الله يبين لنا أن الله تعالى جعل فينا قابلية لأن تتغير الأخلاق فينا وأن نتحول من سيئها إلى حسنها ومن الضعف في السيء إلى تقويته وإلى تأكيد الضعف في الحسن إلى تقويته وإلى تأكيده كما أنه أيضا إذا تيسرت الأسباب الأخرى لترد الإنسان جاءت فيه أيضا انحطاط الإنسان وتحول الخلق من حسن إلى سيء ومن سيء إلى أسوأ والعياذ بالله تبارك وتعالى نسأل الله أن يثبتنا على مكارم الأخلاق. يقول لو كانت الأخلاق ما تقبل التغيير كما يزين الشيطان لبعض الناس يقول أصلاً أنت طبيعتك كذا فما عاد تحاول كيف ما عاد تحاول يعني أقر نفسك على الخلق السيء هذه مخادعة من عدوك قال أنا أصلاً طبعي أنا أغضب بسرعة أنا أصلاً طب طيب أصلاً طبعك ما هذا الخلق الذي عندك ما يقبل التصليح ما يقبل التغيير لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير فلما أنزلت الكتب من السماء ولما أرسل المرسلون للناس ولما الوصية لما التأديب لما خطب الجمعة خلاص كل واحد على أخلاقه ونمشي ما حد يحتاج أحد يكلم أحد يقول شوية نحتاج إلى أن يخاطب بعضنا بعض ويكلم بعضنا بعض بل قال الله في الواجب على المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء فالغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار لو أردنا أن نجمع الغضب أصلا حتى لا نغضب أبدا نقول نخرج عن البشرية هذا ما يمكن لو أردنا أن نجمع الشهوة أصلا نقول هذا خارج عن تكوين البشرية لكن لو أردنا أن نجعلهما سلسين سهلي الإنقياد لأمر الشرع ولأمر العقل وأن نتحكم فيهما قدرنا على ذلك كما أن الله تعالى جعل لنا قدرة نصير نواه نخلة نواة التمر نصيرها نخلة ممكن لكن واحد قال لي نريد من هذه النواة تفاحة أقول لا لا هذا ما يكون فإذا واحد أراد من تهذيب الأخلاق ينزع الغضب من أصله أقول هذا ما يمكن أراد ينزع الشهوة من أصله حتى لا يبقى شيء أقول هذا ما يمكن أراد أن يهذب الغضب أقول هذا ممكن كما يمكن أن تحول النواة إلى نخلة ممكن تحولها إلى تفاح يقول التفاح بذر ثاني له روحت بذر التفاح يطلع تفاح أما تجيب لي بذر نخلة وتقول أريد نخلة تمر تريد وتقول أريد تفاح نقول هذا ما يمكن يعني لله سنة في الكون إذا أردت أن تستنتج شيء وتستنبط شيء تستثمر شيء فاتبع سنة الله كذلك في أخلاقك هناك إمكانية لأن تقود الغضب وتتحكم فيه الحلم بالتحلم وبتذكر وتبصر ونظر وتعود يحصل المقصود فإذا قلت أريد أقطعه بالكلية نقول هذا الذي لا يمكن وإذا ولو أمكن لكان مشكلة علينا بعد ذلك ما عاد تكون عندك غيرة ما عاد يكون عندك شجاعة ما عاد يكون عندك واجب للدين تقوم به وتغار على حرمات الله تعالى لأنك فقدت الغضب من أصله وهو مطلوب في مواضع وفي مواطن.